بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نبدأ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم محبين ومشاهدين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، بحييكم تحية طيبة من داخل مزرعة الحاج محمد أبو الحاج، طبعا مكاننا المنوفية واسنا قرية عرب أبو ذكري. عايزين نمس كده على كل حبايبنا في كل مكان، عايزين لايك حلو للفيديو ده، عايزين للفيديو ده لايك حلو وتعليق في الصلاة على سيدنا النبي، لأن إن شاء الله هفرجك على كل الحلو اللي معايا، بس شير معايا في الخير، لأن الأسعار عندنا النهاردة بما يرضي الله سوق الجاموس بفضل الله هنا من ذكورة الانتيات لكل اللي أنت عايزه بفضل الله موجود، بس أنا عايز الناس تصلي على سيدنا النبي كده رجالة عشان نخش معاك في الأسعار ونخش معاك في كل حاجة. معانا أول حاجة في العرض نتاية خليط ايطالي العمر بتاعها 60 يوم، معايا الكره من شهرين ونص لثلاث شهور، معايا الكره عمر سنه، اللي انت عايزه بفضل الله كله موجود. عايز معايا حاجه بقى خليط ايطالي من العالي موجوده اهي، الصلاه على النبي. وطبعا السعر في متناول الجميع، بس تعال 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 يا حلوه، اربع حلبات اهي مع السوبر زي ما انتم شايفين كده. مال بسم الله ما شاء الله يا جماعه، عايزين التفاعل معانا، تفاعلوا معانا عشان نفرجك على كل اللي عندنا بفضل الله. صلى على رسول الله، صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا يا جماعه عمرنا من شهرين ونص لثلاث شهور، ده كلها واكله قديمه، كفه التحصينات، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صل على رسول الله كده يا رجال. الكوره فيه، نتايات فيه، اللي انت عايزه بفضل الله موجود. عايز حاجه اكبر شويه برضه فيها يا رجاله؟ معانا هنا الكوره اعمار سنه و14 شهر، او زي ما معانا الاول 190 كيلو لحد 230 كيلو. كل اللي انت عايزه بفضل الله موجود. شارك الفيديو معانا يا رجاله كده علشان يوصلك من هنا كل جديد بفضل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مبدئيا رقم تليفون الحاج محمد 010 65 25 71 32. بسم الله ما شاء الله. كمان اول حاجه في العرض يا جماعه كده 10 ذكوره من العيار التقيل والسعر حلو وبالعداله وبمرضي ربنا. حاج محمد السلام عليكم. سلام فضلك يا عم، تظهر معانا كده يا عم. حاج ابراهيم سلام فضلك يا باشا، بمسح المشاهدين كلهم على دماغي يا ريس، مصر وخارج مصر واللي عندنا احنا قدامين. اما تصلي على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، معانا النهارده 10 ذكوره شعاري بايب كبير تخش على العلك. يعني يا باشا النهارده معانا كم عرض بالصلاه على النبي كده؟ عرض بالصلاه على قدر النبي، عرض 10 وعرض 6. الصلاه على رسول الله بقى، بسم الله ما شاء الله، بس اللي يشوف المال يصلي على الحبيب صلى النبي الله محمد عليه وسلم. احنا يا جماعه احنا بنحط النقط على الحروف بقايم درجه اولى، الكتب بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، شايفين الفتحات هنا؟ ايوه، اهم حاجه عندنا المصداقيه والمشاهدين والامان، اهم حاجه المصداقيه والامان يا جماعه. اللهم صل على رسول الله. شوف الحبيب يا جماعه البهايم ايه؟ المال السوق كله على الطبيعه بفضل الله، اهم حاجه المصداقيه والامان يا حاج محمد، اهم حاجه المصداقيه والامان، وان شاء الله السعر اللي بتقول بيه واللي يشوف المال يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي يشيل بيه وهلاقي البهايم يعني إيه؟ يعني في ناس بتقول لك بنروح عند ناس ثانيه وبنلاقي الاسعار متغيره، هو اللي هيجي عنده وعارف وبنلاقي الحاجات متغيره، مفيش متغير، تعرف الكلام ده يا باشا، اللي هيجي هنلاقي هو سعره هو بفضل الله. حاج محمد انت دلوقتي معانا على سوق بلدنا بقالك قد ايه؟ الحمد لله احنا دخلنا السنه اكتر من سنه، بقالنا سنه يا جماعه على سوق بلدنا بفضل الله، واهم حاجه المصداقيه والامان، اهم حاجه المصداقيه والامان، وتاخد بيمشي بلدي بسم الله ما شاء الله. طب دولت 10 حاج محمد بسعر واحد ان شاء الله؟ لا 10 عشان عرضنا كبير، عايزين نخش في سعر على طول 10 بسعر واحد. الصلاه على النبي، هنقول لك ب 150,000. عايزين رقم التليفون، رقم التليفون يا جماعه 010 65 25 71 32. لايكات حلوه يا جماعه، عايزين لايكات حلوه، تعالى تفصل على سيدنا النبي علشان غيرك يشوف الاسعار ديت، وكل يسمع السعر المظبوط محدش ينضحك عليه، محدش ينضحك عليه صلى الله عليه وسلم. لك على راسنا ما نحطش على راسنا، ما نكبرش حد، تمام، احنا ما بنكبرش حد، نقول له حط اللايك وتقول له يا رب، بس الاسعار حلوه يا باشا، الا خليك تحط اللايك، اسعار حلوه، اسعارك خليك تحط اللايك. صلى على رسول الله يا رجال، 10 دول 150,000 حاج ابراهيم، لا 10 دول هم يا جماعه معانا عند الحاج محمد اهو كده، دول دول 10 عرض واحد يا جماعه، دول 10 عرض واحد، الصوره زي ما انت شايف كده اهو، الصلاه على النبي، الصلاه على رسول الله. 10 بكام؟ بكام يا حاج؟ ب 122,000. دول هم بكام؟ ب 122,000. ب 122,000 يا جماعه، معانا اول ضربه الحاج محمد بيقول لك 10 ذكوره اوزان 190 كيلو 195 كيلو، اقل حاجه فيهم خالص 180 كيلو اللي هو ده. اللهم صل على النبي. هل حاجه خالص يا جماعه اللي هو 180 كيلو ده يا جماعه؟ بكام السعر يا حاج محمد بتاعهم؟ 122,000، العجل ب 12,200 يا عالم. بكام يا باشا؟ 122,000. ب 122,000؟ ب 122,000، مش 150، ب 122,000. بالصلاة على النبي.
عجل يخش على العالم. معلم ابو ست اترك في الاسعار دي. اسعار بلاش يا ابراهيم، اسعار حلوه، وعايزين كل فينا يصلي على النبي ويتصلي. طب ورقه تليفون الحاج محمد يا باشا، رقم تليفون الحاج محمد للتواصل. 010 65 25 71 32. المكان المنوفيه وسط اكيد عرب ابو زكي. معانا اول عرض يا جماعه هنا، السعر بتاعهم منها 4 كيلو، اللي جاي من وسطها 3 كيلو. بس صلي على اي كلمه متوفره؟ اي حاجه متوفره عادي، رجل صغير انت يا بكر جاموس، اي حاجه عندي كبير صغير من 6000 لغايه 17000 18000. ديكوره انتهت موجود، ديكوره انتهت موجود. السعر كام يا حاج؟ قلت لي 10 دول درامات. ال 10 دول ب 122000. طيب يا باشا ال 10 على بعض؟ ال 10 على بعض كلهم 100. حد عايز خمسه مثلا؟ معايا ثواني بس، ثواني كام؟ كل حاجه بسعرها. كل حاجه بسعرها. كل حاجه بسعرها. يعني مثلا لو حد قال لك اديني ده ب 12200 ترضى؟ ده؟ اه. ده اديهوله ب 11.5 بس. 11.5 بس؟ اه. اللهم صل على النبي. طب ليه كده يا حاج محمد؟ يعني كبير ده الصغير اللي فيهم؟ ايوه. طب هنا يا باشا. واحد يا حاج. الصلاة على النبي. يعني يا جماعه بفضل الله احلى مشروع تعمله، سعر 10 ذكوره اوزان 190 كيلو في بعض، يضربوا في بعض 190 كيلو، السعر بتاعهم عامل ب 122000 يا جماعه، ب 122000. العمار هنا سنه، عمارهم سنه. اللهم صل على النبي. عايزين لايكات حلوه للحاج محمد، لايكات حلوه للحاج محمد، وتعالات فصل على سيدنا النبي. اه. وبالصلاة على رسول الله، وبيع حاج محمد بيع كتير يكسب قليل، بيع كتير يكسب قليل. على دماغي يا باشا، على دماغي يا عم خالد، مساء الفل عليك يا باشا، على سفره وطلعت السلام على ابنك عم خالد، احسن راجل في الدنيا عم خالد يسر سليمان. صفول عليك يا باشا. يا عم اللي احنا قدمناه بس يا باشا، انا بمسع على 27 محافظه من سينا لاسوان للسلوم، الناس كلها على دماغنا من فوق. تمام يا حاج محمد، دول العرض الثاني يا باشا. انا كمان ست عقول بالصنعه لحضره النبي. في انتهات يا عم، حد عايز انتهات مثلا نفس العمار ده كده، انتهات نفس العمار ده. موجود عندنا اسس انتهات. موجود برضه. موجود. اكبر من كده موجود، اصغر من كده موجود. بلدي بنوف مصنف في العالم كله. بلدي اعلى بام عندنا، عايز صغير ب 7000 ب 6000 عندنا بقى. الصلاة على رسول الله. نوتي. احنا بنقدم كمان ست كورة. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. بس يشوف المال يصلي على حبيب النبي. خلي كمان ابو ستة فرجنا اول عيد في الستة، معلم ابو ستة كده. لا معلم ابو ستة كده، الصلاة على النبي. شير معايا الفيديو علشان غيرك يشوف الاسعار ديت، وكله يسمع السعر الحقيقي، هنا اسعار من تحت النهارده. اسعار معانا من تحت، الصلاة على النبي. اطلع بقى كده اهو. حل يا باشا. بسم الله ده اول عيد يا جماعه في الستة همت. دول ست عجول يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اوزان 230 كيلو، 230 كيلو، الصلاة على النبي. 230 كيلو. الاسعار يا عم محمد خير شايل الاسعار يا باشا هنا. ال 10 عيول دول همت عاملين 122000، واحنا معانا في باقي العرض اهوت كده. هنقول لك على العرض بتفاصيله. الصلاة على رسول الله. صلى على الحبيب النبي. ده رقم اثنين يا جماعه فيهم اهوت كده. اللي عايز اخليكم معانا يا جماعه كده، اللي عايز كميات من الصغيرات موجود. برضه اسعارها هنا حلوه، اقول كده بتاكل زي ما انت شايف كده. بالصلاه على النبي، الصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعال يا ابو ست. تعال معلم. تعال معلم ابو ست. دول اول اثنين في الست. شير معايا الفيديو كده محترم، علشان الاسعار ديت ما هتلاقيهاش عند اي حد الا غير عند الحاج محمد ابو الحاج. الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. مين تخش على فضول؟ مين تخش على في النهارده؟ ست اشهر الليل ده، خمس شهور يطلع لي لحم. خمس شهور يطلع لحم. خمس شهور يطلع لحم. الصلاة على النبي. مين جاهز؟ حل يا باشا الاثنين التانيين عشان والله عايز السعر برضه. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا جماعة، زي ما أنت شايف كده بفضل الله العجل الجاموس والنتاج الجاموس بتبقى ناقصة عن السوق وعن أي حد. بفضل الله عند الحاج محمد بتبقى ناقصة أكتر من 1000 جنيه في العقول الكبيرة دي. بسم الله ما شاء الله. عجل خلص بالي كمان أهو. أنا واحد فيهم خلص يا جماعة. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. لك يا جماعه رقم اثنين كده، اربع عجول من العرض اهوت كده. بسم الله ما شاء الله. وادي كمان اثنين هما حاجه. بسم الله ما شاء الله. انا بنفرج المشاهد علشان يبقى واخد باله. فرجك يا جماعه كل حاجه على الطبيعه، عشان يعني اي حد هيطلب العرض هيروح له برضه زي ما هو شايف بالظبط. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. امي بسته يا معلم معاك. يا جماعه الست كوره يا جماعه ناس. نايم بسم الله ما شاء الله. صحصح فوق معايا كده. دول هم ستة كرة كده، ستة كرة. العنوان يا باشا المنوفية وسنة قرية عرب أبو زكري. يبقى حاج محمد دولت معانا ستة كرة دي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. دي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ودي اثنين هم ستة. الصلاة على النبي. ستة كرة يا حاج إبراهيم بهايم العلاوي. الصلاة على رسول الله، الصلاة على رسول الله. بس اللي يشوف المال يصلى على حبيب النبي. صلى الله عليه وسلم. بهايم إيه؟ مش هتقول لك 100000. كم ست دول يا حاج محمد؟ ستة دولت بكام؟ من الاخر من الاول للاخر. من الاخر اه. ب 83000. بكام يا حاج محمد؟ 83000. العجل بتاعه عامل كام؟ العجل 83000 الست. ستة عجول يا جماعة عاملين 83000، ضرب أنت براحتك كده معايا. لو خدت الستة هيبقى برضه إيه؟ أحسن لك أنت وأفضل لك أنت، لأن السعر بتاعهم بالعدالة ومن تحت.
بالعدالة ومن تحت. بكام الست واحد يا محمد؟ ستة ب 83,000 جنيه. ب 83,000 يا جماعة، ست عجول يعني العجل بتاعه مش مكمل 14,000. العجل مضروبة يا جماعة مش مكمل 14,000 يا جماعة. فيهم جوزش و 30,000 يا حاج إبراهيم. بسم الله ما شاء الله. 30 بسم الله ما شاء الله. ودول 14 برضه. اللهم صل على النبي. ودول بربع... هو سعر حلو بمرضي الله. سعر بمرضي ربنا. هو سعر حلو. مبدأنا ماشيين بيه. بس أهم حاجة صل على النبي. ست عجول يا جماعة معانا، أوزان بتاعتهم من يعتبر من 220 ل 230 كيلو، سعر بقول لك ناقص كتير. ست عجول دول يا جماعة تلحق الأرض ما تلحقوش بأمانة. عاملين 83,000 ب 83,000 علم ابو سته. أنا بريد. اسعارها حلوه بالصلاه على النبي؟ اسعارها حلوه بالصلاه على النبي يا عم بريد. طب انا بشارك الدور الحاج محمد يا باشا. الحاج محمد 010 010 6 5 6 5 2 5 2 5 7 1 7 1 3 2 المكان يا باشا وسط من وفيها الكارت عربي وزد. فرجنا مش على معاك، انت معاك حاجه ثانيه بالصلاه على النبي؟ انا حاجات صغيره عم بريد. عايز برضه يبقى النت فيه، اللي عايز اي حاجه بفضل الله موجود بالصلاه على النبي. عايز برضه انا اقول تبع الحاج فارس موجود برضه بالصلاه على النبي. اه اي حاجه معه موجوده، اي حاجه بفضل الله انا موجود. الصلاه على النبي، الصلاه على رسول الله، صل على رسول الله كده. بسم الله ما شاء الله. معانا كوره يا جماعه هنا برضو. طب الاسعار عندنا كم؟ على ابو سته هنا اسعار عمرين من تحت. اسعار ان شاء الله من تحت النهارده. بكام يا باشا الاسعار؟ تبدا من كام؟ بكام تبدا من كام؟ تبدا من 5500. من 5500 السعر يبدا عندنا يا جماعه. من 5500 رجالتنا السعر يبدا معانا هنا من 5500 لحد ما انت عايز. بس معانا طالع معايا الخليط الايطالي. فين معلم ابو سته؟ الخليط الايطالي معلم ابو سته. في سعر عامل كام معلم ابو سته؟ الصلاة على رسول الله. بسم الله ما شاء الله. معلم ابو سته بكام النتال يا معلم ابو سته؟ بما يرضي الله. حسين عم ابراهيم تمام 10500 ولا 9000 دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فرق مش على حلاوتك كده وعلى 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 سماحتك كده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على الوش يا جماعه. خليط ايطالي ما بقولكش يا جماعه، ديت الوش يا جماعه قدام منك اهو، الوش بتاعها باين. اكد معايا كده. بسم الله ما شاء الله. بكام سعرنا يا باشا؟ السعر يا عم ابراهيم 7. طب عايزين من كل مشاهد لايك حلو للفيديو ده. لايكات يا جماعه مشاركات. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. السعر يا ابراهيم 7300. بكام يا باشا؟ 7300. 7300. بسم الله ما شاء الله. خليط ايطالي من العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت بقى كده، واقفه كده يا عم ابو سته. شوف شوف بس الاربع حلبات كده. الصلاه على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. الاربع حلبات من تحت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده همت كده، ما يرضي الله. شايفين كده يا جماعه معاها كاميرا كده ظاهره. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عند اي حد في اي مزرعه لبس لك حلبتين يقول لك دي ب 10,000 دي ب 11,000 بس. تمام ما فيش الكلام ده. ربنا يبارك. اتفرج يا باشا. بكام يا باشا؟ ب 7300. 7300 يا جماعه. اللي عايز سلاله بقى، اللي عايز سلاله صافوا لي عليك يا عم ايهاب. اللهم صل على رسول الله. اللهم يا جماعه زي ما انت عايز، مواصفات حلوه. حسين عمرين والفتح. اللهم صل على رسول الله. 7300 دي معلش بص بقول لك 7300 ولا اقول لك ب 10,000 ولا الكلام ده كله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله يا جماعه شير معايا الفيديو عشان يوصلك كل جديد بفضل الله. عايزين لايك حلو للفيديو المعلم ابو سته كده. بنطلب لايك، لايك واحد للمعلم ابو سته عشان غير الجسم على الاسعار ديت ومحدش يضحك عليه. بظلم ولا ظلم. صل على النبي يشكر الله في التعليق عشان النهارده معانا اسعار من تحت. اسعار بجد معاك كام دكر يا باشا هنا تاني؟ معانا هنا عمرين بالصلاة على النبي 24 دكر. 24 دكر. 24 ان شاء الله. بالصلاة على سيدنا النبي. بس انا عايز واحد صلى على النبي عم ابراهيم عشان النهارده معانا اسعار من تحت. بالصلاة على رسول الله. اللهم صل على النبي. فرجنا كده يا باشا. صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجنا يا باشا واحد واحد كده. بالصلاة على رسول الله. هنا يا جماعه 24 دكر، السعر بتاعه بيبقى حلو، مال اكل وشرب زي ما انت شايف كده، صحه مناعه قوه. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب السعر يا باشا بيبدا معاك من عند كام كده؟ يبدا يا عم ابراهيم بسم الله ما شاء الله من 5500 لحد زي ما انت عايز بقى. طب اللي عايز 10 عجول يا باشا من دول همك ب 55,000 فيه؟ لا. امال بكام يا باشا؟ اللي عايز اثنين مثلا على 55 اقدر اوفر له. طيب يعني اقل 10 عجول عندك في الكميه دي بكام؟ اقل 10 عجول ب 57,000. ب 57,000 يعني لازم 10 عجول. معلم طب ما تطلع 10 عجول، 10 عجول مش تجمع من ابو 57,000 كده. المشاهد عايز يعرف برضه كل حاجه. حق المشاهد يا باشا يعرف كل حاجه. الصلاة على رسول الله. صل على النبي. اللهم صل على النبي. ده كده اول اثنين معانا كده يا جماعه من ابو 5700. الصلاة على رسول الله. اول اثنين معانا من ابو 5700. يا جماعه عايزين لايكات حلوه، عايزين تعليقات تفصل على سيدنا النبي.
احنا بندعمك فانت ما تبخلش علينا بحاجه. بسم الله ما شاء الله. هات رقم اتنين يا جماعه ب 5700 برضه. بسم الله ما شاء الله. يعني اعمل له بس صلي على النبي. اريحك يعني اصغر 10 في دول هم ب 57000. اصغر 10 ب 57000. طب وال 10 الحلوين اللي فيهم مثلا؟ ال 10 الحلوين اللي فيهم عم ابراهيم؟ تمام. ب 65000. لا طب والعداله يا ريس؟ عايزين عداله. يا عم ابراهيم المشاهد ب 62000 عم ابراهيم. ب 62000. اصغر 10 ب 62000. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي يا جماعه. يعني عايز حاجه زي كده برضه 6200 فيه، 5700 فيه، 6000 فيه، اللي انت عايزه بفضل الله هنا موجود بالصلاه على النبي، زي ما انت شايف قدام منك على الطبيعه. على الطبيعه شغله كله على الطبيعه، اللهم صل على النبي. يعني يا جماعه اللي عايز، طب اللي عايز ال 20 عيد مع بعض معلم في 6. اللي عايز 20 عيد مع بعض يا باشا تعال. تعال. تعال عندي هنا. عندي هنا انت باين عليك بتضحي النهارده. تعال معلم ابو 6. حاجة حابب معانا برضه حاج محمد. فاهم دي بالصلاة على النبي علم 6 بقول لك السعر من 5700 لحد 6200. ايه يا باشا السعر ده مظبوط كده؟ سعر تمام. اللهم صل على النبي. اشير معايا الفيديو كده يا محترم. اللي عايز الكميه دي على بعضها دولت بالصلاه على سيدنا النبي. كم ذكر يا معلم ابو 6 قلت لي؟ 24 ذكر. طب اللي عايز 24 ذكر دولت سعر واحد. سعر واد عمرين من سعر عمرين. بس بالعداله. بالعداله؟ نهائي السعر نهائي بتاعه. سعر عمرين مش ب 61 ولا ب 6000. امال بكام يا باشا؟ سعر عمرين ب 59100. ب 5900 يا جماعه اللي عايز العرض كله على بعضه دولت 24 عجل. بالصلاه على سيدنا النبي. اللي عايز 24 عجل على بعض يا جماعه احلى مشروع واعلى مشروع. عامل سعر العجل فيهم بالصلاة على النبي 5900 والعجل اللي ما عجبكش سيبك منه ما تاخدوش هتيجي هنا معانا بالصلاة على النبي على رسول الله الصلاة ثلاث دولار بتعرض 24 عجل قلت لها سعر العجل فيهم بكام؟ 59100 5900 طلعوا يا راجل مشاهدين راجل محترم قال لك مثلا جه هنا واتفرج وقال لك اربع وخمس شغل مش عاجبني بالعرض وطلعهم برضه نفس السعر تعمل معاه ماشي يا عمرين مفيش مشاكل يعني؟ مفيش مشاكل يعني يا جماعه اللي عايز برضك ايه يسيب حاجه منهم من 24 اجل برضه معلم 6 مش هيزعلك والسعر بتاعه بين تحته بالعداله عمرين فيهم 7 8 دقور خليط ايطالي فيهم 7 8 خليط ايطالي كمان فيهم 7 8 خليط ايطالي الصلاه على النبي عندك ثلاثه اللهم صل على النبي هي دي الاسعار يا جماعه هي دي الاسعار وهي دي السلالات اللهم صل على رسول الله اللهم صل على النبي كله زي ما انت شايف على الطبيعه كله وبفضل الله هنا العرض ما بيقعدش اكتر من يوم على المعلم ابو 6 بتاريخ 1/10 بتاريخ 1/10/2022 بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، أوزان كده يا ريس؟ طب الأوزان؟ الأوزان هنا عمرين بتبدأ معايا بسم الله ما شاء الله من 80 ل 90 كيلو من 80 ل 90 من 80 ل 90 يعني قول من 80 ل 85 يا ريس من 80 ل 85 عشان برضه إيه؟ في العدالة مع المشاهدين رسول الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي 85 طيب يا جماعة اللي عايز اللي عايز يا جماعة ال 24 أجبرت على بعض ال 24 أجبرت على بعض يا معلم بكام السعر فيهم؟ 5900 اللي مش عاجبه مثلا 2 3 4 5 وطلعهم العرض ماشي يا باشا مفيش مشاكل مفيش اي مشاكل مفيش اي مشاكل المفروض واحد عايز 10 منهم معلم 6 ال 10 التخان اللي فيهم ال 10 التخان اللي فيهم اه ب 62000 ب 62000 يا جماعه زي كده يعني ب 62100 اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي نرجع لبيت عرضنا تاني يا جماعه نرجع تاني عند الحاج محمد لبيت عرضنا هنقول لك برضه رقم التليفون برضه تاني رقم التليفون للتواصل 010 6525712 بسم الله ما شاء الله ان شاء الله النهارده الحاج محمد بقدم لك سوق كامل متكامل من العجول والعجلات الجاموس بالصلاه على النبي بسم الله ما شاء الله بالصلاه على النبي دول 10 عجول يا جماعه عاملين بكام يا حاج محمد 10 دول 10 ب 122000 يا جماعه لسه داخلين معانا ب 122000 يا جماعه 10 دكوره زي ما انت شايف اهو الستة دول ب 83000 ست عجول ب 83000 يا جماعة اه ده أول واحد فيهم دي اتنين الصلاة على النبي الصلاة على رسول الله شغل على يا جماعة والسعر النهاردة وما يرضي الله هيعجب أي حد هيعجب أي حد وسعر ياكل عيش مع التاجر قبل المربي كمان الصلاة على سيدنا النبي مكاننا المنوفية أوسنا قرية عرب أبو زكري وشكرا ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته